دكتور طارق فهمي، يعني أوجه مرة أخرى التحية لحضرتك، يعني بعد ما تفضل به دكتور حسين حماير المتحدث باسم حركة فتح من رام الله وذكر هذا الأمر الخطير بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة أو هي بالفعل بدأت تخرج عن السيطرة في مدن الضفة في القدس المحتلة، هل برأيك إسرائيل ستواصل أي محاولة لوأد الهدنة أو لوأد أي خطوة من شأنها أن تقلل هذا الاحتقان في الضفة الغربية والقدس قبل شهر رمضان؟ اهلا وسهلا استاذ عمرو وبضيوفك الكرام. بطبيعه الحال يعني ربما يكون في تقدير نتنياهو هو الذهاب الى تسخين جبهات اخرى سواء كان بالنسبه للبنان وبالنسبه للضفه الغربيه، توقع ما هو اكثر من هذا، لانه بطبيعه الحال ربما هو يتنصل من تنفيذ اتفاق او استحقاق الهدنه الحاليه ويماطل بطبيعه الحال في اتمامها بالصوره التي تتحرك فيها الاطراف الوسيطه وبطبيعه الحال التحرك المصري المدروس. هدفه الان هو تحصين ما يمكن ان يتم، معنى انه هناك من سيلزم الجانب الاسرائيلي، الجانب الاسرائيلي الولايات المتحده بطبيعه الحال واحقاقا للتحليل الموضوعي انها تتحرك بتحركات مسؤوله منذ باريس 2 الى اليوم. من الواضح ان الاداره الامريكيه تتحرك داعمه للتحرك المصري القطري وتحاول بصرف النظر عن زياره بيني جانس الى الولايات المتحده واللعب على فكره تغيير مكونات الائتلاف والاتيان بمكونات ائتلاف اخر، هذه امور خاصه بهم اليوم. انا اعتقد ان نتنياهو ليست القضيه انه من شو او انه يحارب حربه الاخيره وانه سيحاكم، هذه امور ستاخذ مزيدا من الوقت. الان كيف يفكر نتنياهو؟ هذا هو السؤال، وكيف سيتعامل مع استحقاق التهدئه والهدنه؟ انا في تقديري انه امامه احد سيناريوهين، سيناريو اما اشعال النار في جبهة الشمال وهناك تسخين لهذا بصورة أو بأخرى، صحيح. على اعتبار أنها أولوية أولى وتبعت حرب الاختيالات التي تمت خلال الأيام الأخيرة، وهذا هو الخيار الذي ستحرك فيه خلال مدة 40 يوم والتعامل معه. وإما الجانب الآخر هو المستجد كما أشار دكتور حسين وهو محق فيما أشار إليه، أنه ربما سيكون هناك وتوقع بالأسوأ في المسجد الأقصى في القدس، وهناك تحذيرات حقيقية من هذا لأنه أصلا لم يتم الاتفاق على ما طرحه بن كافير في الكنيسة الإسرائيلي، هناك توافقات تمت على تقسيم ساعات الصلاة والدخول والخروج من بعض الباحات وتفاصيل أمنية كثيرة ستكون لها بروفة بالمناسبة في اليوم الأول لشهر رمضان خلال الأيام المقبلة، وبالتالي ربما أيضا قيام بعض الوزراء الغير مسؤولين بزيارة للمسجد الأقصى، وهو ما أيضا ما تحذر منه أجهزة المعلومات الإسرائيلية خصوصا الشين بيت شباك من هذه الإجراءات. وبالتالي نتنياهو لديه خيارات عديدة في هذا الإطار يستطيع أن يتحرك فيها ويستطيع أن يضغط في مواجهة الجميع. تجاه الولايات المتحدة أنه رافض لفكرة تغيير مكونات الائتلاف وأنه سيستمر بهذه الصورة، وفي أقصى تقديرات أنه ربما يلجأ إلى توسيع نطاق الائتلاف الحاكم ويأتي ببيني جانتس ويائير لبيد. وأريد أن أنوه هنا إلى أن الشخصين ضعيفين، بمعنى أن دخولهم الحكومة لن يضيف شيء جديد في ظل المكونات الائتلاف القوية الأخرى، بالتالي دخولهم يمثل مشكلة، لكن ربما هناك بعض الجهات في إسرائيل تسعى إلى هذا الرئيس الإسرائيلي وعدد من أعضاء مجلس الحرب أن تبقى في حكومة وحدة وطنية بديل لهذا، لكن إسرائيل قولا واحدا لن تذهب لانتخابات مبكرة أو انتخابات بسرعة أخرى. برأيك دكتور طارق أن نتنياهو سيعرقل أي محاولة لإتمام هدنة قبل رمضان، أم أنه سيضطر في النهاية للرضوخ لهذه الرغبة الأمريكية والإقليمية؟ هو سيرغم حضرتك أستاذ عمرو على إتمام الهدنة لأنه هناك قضي الأمر، يعني ما تسمعه الآن هو مرتبط بحالة التفويض، التفويض منح إلى رئيسي الموساد ورئيس الشين بيت شباك وعدد من الضباط المختصين بملف المحتجزين، وهذا التفويض منح في إطار الفوتينج أو التصويت داخل مجلس الحرب، فبالتالي القضية إن يوافق أو لا يوافق خلاص انتهى الأمر سيحسم، وبالتالي ستكون هناك
هدنة ما أشير إليه والأهم في تقديري هو تحصيل ما سيتم الاتفاق عليه. يعني القضية ليست في أنه يقبل أو يرفض، تجاوزنا هذه المرحلة. الآن هناك تفويض لفريق المفاوضين أن يتم. لا تسألني لماذا لم يأتي إلى الفريق إلى صالة التفاوض، هذه أمور متعلقة بالتواصل، خصوصا أنه أبدى بعض الملاحظات على الجانب الأمريكي، لكن هناك تقبل إسرائيلي لما يطرح الآن في القاهرة لاعتبارات عديدة وليست لها علاقة فقط بنتنياهو، لأنه أنت في النهاية لا نتعامل مع نتنياهو أنه شخص واحد، أنا أتعامل مع إسرائيل كدولة، وبالتالي نتنياهو لن يستطيع أن يعوق أي اتفاق بهذه الصورة. وهناك تأييد لي في مجلس الحرب بالمناسبة لتوقيع الاتفاق والمرور به، لكن تنصله هو الأخطر، بمعنى أنه قد يتلاعب بما يمكن أن نصل إليه، لأنه في ذهن وفي تقديره أن العملية العسكرية لابد أن تستكمل مراحلها ولابد أن تنتهي بدخول رفح، وبالتالي عمليات الإجلاء والترحيل التي تتم الآن هو عينه على اليوم التالي، بمعنى أنه ينتهي بالذهاب إلى الخيارات، لا أريد أن أقول الصفرية، لكن هي المتعلقة بإتمام العملية العسكرية بالكامل بصرف النظر عن تأثيراتها وتداعياتها. وبالتالي أنا أعتقد أنه تحصيل الاتفاق والتحرك المصري المسؤول في هذا التوقيت والاتجاه إلى كل المسارات بالتنسيق هو هدفها محاصرة كل الخيارات أمام نتنياهو كي لا يتلاعب بتنفيذ الاتفاق ويدخل في مرحلة تسليم المحتجزين وعدد من الأسرى، ثم بعد ذلك ينقلب عليه، وهذه طريقة نتنياهو في تناول إدارة الملفات.